السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة أو مش النهاردة، هو من فترة كده جالي سؤال مهم جدا من صديقة لينا أم أيمن في قطر. طبعا أنا بعتذر الأول لأني تأخرت عليكم أم أيمن، ولكن إن شاء الله أنا يعني بإذن الله على طول أسئلتكم هتتجاوب عليها أول بأول. النهاردة هنعمل إزاي رقبة تكون مدورة ضيقة، عايزة تعمليها مثلثة علشان تكون مريحة في اللبس. تمام، يلا نعمل لايك ونبتدي على بركة الله. طيب هنقول ان دي عباية، فستان، جلابية، اي حاجة. رقبتها ضيقة زي ما انتوا شايفين كده، مدورة وضيقة. ام ايمن عايزة تعملها سبعة وتخليها مريحة بحيث ان القصة ما تبص منها. تمام، طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة بنقلب الحاجة على ظهرها عشان نعرف نشتغلها صح. لازم نقلبها على ظهرها بالشكل ده اهو. تمام، طيب الخلف عندي ما فيهوش اي مشكلة. تمام، طيب لو انا حابه اركب سوسته في الخلف ينفع؟ اه ينفع. بتعملي فتحه طول السوسته، وهوريكم برضو ازاي بنقفل الجزء ده علشان نركب عليه سوسته مريحه. لكن دلوقتي المشكله بتاعتنا ازاي اخلي دوران ده مثلث، ومثلث واسع شويه ومريح. تمام، طيب شايفين، اخلي بالكم بس من النقطه دي، ان انا باخد الجزء ده كده اهو، تاني باخد الجزء ده اهو، شايفين ازاي بحط خياطة الكتف على الكتف اهو، شايفين كده حطيت خياطة الكتف على الكتف. تمام، طيب ثبتها بدبوس بالشكل ده علشان اضمن ان القصة ما تتحركش معايا اهو. تمام كده، خليها كده عشان تكون واضحة اهي، شايفين كده. طيب سهل قوي، مفيش اسهل منها. بداية دوران الرقبة الأمامية أهو. تمام، ودوران ده اللي أنا هعمله مثلث بالمسطرة بتاعتي. بحدد مبدئيا، ممكن تنزلي 3 سنتي الأول وتعملي المثلث بتاعك وتجربي تشوفيها مناسبة مناسبة، مش مناسبة ممكن نخليها 5 سنتي، مش مناسبة ممكن نخليها 7 سنتي، وهكذا. تمام، لكن ما تبدأيش برقم كبير مرة واحدة علشان يعني العباية او الفستان ما يبص خالص. تمام، بوجه التحية لام ايمن على طول اتبالها وصبرها معانا، بصراحة حبيبتنا ام ايمن من زمان، من الناس اللي بتشجعنا اهو، شايفين كده خلاص عملناها مثلث، مثلث كبير. لو طبعا عايزة اكبر مفيش اي مشكلة. تمام، لكن ما بجيش ناحية الاكتاف، ما بجيش ناحية الاكتاف لو الكتف عندي مظبوط. لكن لو انا عايزة اوسع القصة نفسها بتاعة الكتف بروح برضو نفس الحكاية اهو، نفس الحكاية، بوضحها كده اكتر اهي، واجي عند الكتف كده واعمل مثلث، وبالتالي اصلح معايا الخلف لو انا عايزة فتحة كبيرة اوي. تمام كده، دي الخطوات. عايزين بقى خلاص قصينا المثلث ان احنا نشطبه، ما نسيبوش كده لام ايمن والدنيا بايظه مش هتعرف تكملها كده. تمام، شريط عادي خالص حتى اي لون يكون قريب منها، وبنشتغل بالشكل ده على وش الموديل او العبايه اهو، على الوش شايفين كده، ظبط حاجتنا كويس قوي. ونيجي ناخد الشريط بتاعنا، مش قياسات معينة لان برضو رباط بيوت ومبتدئات، فمش عايزين نعقد الدنيا خالص معانا اهو. بناخد نص الشريط عند نص الرقبة اهو، نص الشريط كده عند نص الرقبة بالشكل ده، دبس بالدبوس بالشكل ده كده اهو، الف بالخياطه بالشكل ده لغايه ما اوصل فين، لغايه ما اوصل عند الحرف ده، وابتدي برضو اخيط الجزء الثاني لغايه ما اوصل للحرف ده. تعالوا كده نشوف الكلام ده على المكنه. بسم الله، هنبتدي كده خياطه مكنه او على ايدك مفيش اي مشكله اهو، ودبوس واحد بس بحدد بيه. زي ما انتوا شايفين كده
بمشي على الكاميرا على اللياقة بالكامل او الرقبة بالكامل، الدوران اللي انا عملته، بوصل عند السبعة، الخط السبعة ده، واوقف خالص واخد باقيها الناحية التانية اهو. الشكل ده، وبرضو بوقف عند السبعة، بقص زيادات، او لو حابة تعملي زيادات كشكل رباط يعني تربطيها كفين كمفيش اي مشكلة، بتخيطي الاتنين دول كده في بعض. طيب في حاجة مهمة لازم اعملها دلوقتي، هي ايه؟ الناس المتابعين معانا اهو، لازم اعمل تفتيح عشان ايه؟ عشان اريح الخياطة ما تكونش مشدودة معايا وانا بكمل سجاف الرقبة، لازم اعمل الجزء ده اهو. الشكل ده كده شايفين اهو، تمام. واروح جاية اقلب بقى الشكل ده كده اهي، تمام. شريط عرضه قد ايه؟ ممكن 2 سنتي بالكتير، مش اكتر من كده اهو. طبعا لو كويناها هتبقى مظبوطة وجميلة جدا، تمام. طيب كمان في اسئلة جات لنا عشان خاطر نعمل سوست في العبايات الضيقة برضو عشان موضوع الرضاعة وكده، برضو هنعملها اهو. زي كده اكمل الناحية التانية، بنكمل كده اهو. خلاص كده خلصناها، لازم نشيل الخيوط اول باول.